عرفات زاوية أكلو إقليم تيزنيت فقدان شخص من أهل القرية وشخصين من الوقاية المدنية، وهذه هي الأسباب. عرفت قرية أكلو إقليم تيزنيت وفاة شخص من سكان القرية عندما نزل إلى المطفية، أي مكان جمع مياه الأمطار، لإزالة التراب بهذا المكان. وعندما نزل تم فقدان هذا الشخص بسبب اختناقه، وعندما هرع إلى عين المكان أشخاص الوقاية المدنية، وعند نزولهم في هذه المطفية بدورهم اختنقوا وافتقدوا في هذا المكان، مما أدى إلى وفاتهم. فيما شخص ثالث نقل إلى المستعجلات ويركض حاليا في غرف الإنعاش. رحم الله فقدان الواجب الوطني.